النظام بيمنع كل الحاجات اللي بتبوظ جسمنا وبيدينا كل الحاجات اللي بتفيد جسمنا. زي ايه؟ زي السكر. يلا نتكلم عن السكر، يلا نتكلم عن السكر يا سكر. اخر تحديث لنظام الطيبات لدكتور ضياء العوضي، والنظام ده ليه بيقول ان السكر مش مضر؟ ايه السبب اللي مخلي دكتور ضياء، انا كتبت وراه نوتس كده علمية، وصراحة كلامه صح جدا ومقنع جدا، هوسطها لكم في الفيديو ده بشكل سهل. نقدر ان احنا ناكل السكر من غير ما ضميرنا يأنبنا. ضيعنا كل عمرنا او نص عمرنا بنعمل دايت غلط ولا استفدنا. ناس كتيرة منعت السكر وانا منهم، منعت السكر كتير قوي، مكنتش بستهلك اي نوع من انواع السكريات تماما في فترة من فترات حياتي. حصل لي اصلا مشاكل في ركبتي ما بقتش اقدر اقف عليها، وده فهمته ان هو يعني في نوع من انواع السكر. انا كاتبه ورا الدكتور الجلوكوزامين ده، يعني لما قال لي هو يعني استعاده استهلاكي للسكر اصلا، ولا حتى كمان كنت باكل فاكهه، يعني كانت حتى مفيش عوض كمان، يعني مفيش عوض مش بعوض كمان السكر. طبعا جالي اكتئاب، صحتي باظت، رجلي باظت تماما، ولا حسيت ان بشرتي اتحسنت، ولا حسيت ان اي حاجه فيها اتحسنت، ولا شعري ولا جسمي، ولا خسيت برضو. طب ليه احنا بنعمل دايت وما بنخسش؟ ممكن ما تكونيش بتروحي المتخصص. انا خلي يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه الاول، بس لايك سبسكرايب لو انت مهتمه بمحتوى يهم البنات وصحتهم، صحه بشرتك، صحه شعرك، صحه حياتك عموما، ومهارات بقى انها مال الحاجات الجميله، الكلام الجميل الايجابي، ازاي تطلعي من الاكتئاب والحاجات بتاعتنا الحلوه دي. لو انت مهتمه بالمحتوى ده اعملي اشتراك، والقناه متقسمه بلاي ليست او قوائم تشغيل، هتفيدك جدا، وهتقدري ان انت تعرفي معلومات حلوه قوي. وكمان في الفيديوهات القصيره، ركن الفيديوهات القصيره كله ريفيوهات عن الميك اب اللي انا ببيعه في الستور بتاعي لما بنزل ايفنتات مع المذيعه لميس سلامه، او بنزل ايفنتات تانية في مدينتي او اكتوبر، بتبقى ايفنتات محترمه جدا، بتبقى بنقدر ان احنا فيها يعني انا والمساعده بتاعتي نبيع لك احسن ميك اب ممكن تستفيدي بيه يعني، والاكسسوارز والحاجات اللي انا بحبها دي هي حاجه هوايه بالنسبه لي. للي ما يعرفنيش، هبه اشتغلت فتره كبيره جدا اكتر من 10 سنين في شركات الادويه الكبيره، مندوبه علميه، اللي هو الشخص اللي بي 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 بيتكلم عن الدواء بشكل علمي، وده غالبا بيبقى خريج صيدله، طب او طب اسنان، الحاجات اللي هي الميديكال، او الشركات اللي هي او الكليات اللي هي الميديكال او اللي ليها ميديكال باك جراوند. فانا الحمد لله عندي ميديكال او باك جراوند، يعني خلفيه طبيه كويسه جدا، معلومات طبيه الحمد لله كويسه، اقدر ان انا افيدك بيها على قد ما اقدر، اكون قادره ان انا اقول لك الحاجه العلميه بشكل صح. خبرتي دي كلها في الادويه والتجميل هتفيدك جدا في اختيار الحاجه المناسبه ليكي وصحتك، منتج كمان المناسب ليكي وصحتك في الميك اب. فلو مهتمه بده هتلاقي كل حاجه موجوده في القناه هنا عندي. نرجع بقى تاني للنظام وتجربتي مع النظام، وحصل لي ايه مع النظام، والنظام فرق معايا في ايه اصلا، وعمل معايا ايه، واستفدت ايه وما استفدتش ايه. ولو يا جماعه خلوا بالكم من حاجه، لو النظام ده ضرني في حاجه انا والله هطلع اقول، لان انا فعلا ربنا العالم تاني، وهقولها على طول، ما خدتش فلوس من الدكتور، ولا هاخد فلوس من الدكتور، ولا ليا ان انا اخد فلوس من الدكتور، ولا الدكتور محتاج ان هو يديني فلوس، ولا هو محتاج لي شهره، ولا انا محتاجه شهره. انا ما بحبش الشهره اصلا. انا لو قلت لك لايك وسبسكرايب ده تحفيز، بس لايك ده بس تحسسيني ان انا عملت حاجه جميله وان انت تمام، وده بيفرق في انتشار الفيديو، وشير برضو عشان كانك عملتي ثواب في غيرك. سبسكرايب لو انت حابه ان انت تكوني من المتابعين بتوعي، بس خلاص مش شكرا، مش فارق معايا بقى بلوجر مشهوره، مش فارق معايا، ده مش فارق معايا خالص، عادي انا بمارس هوايتي، قاعده في بيتي برنسيسه بمارس هوايتي ان انا بتكلم في الفيديوهات. تعلمت اذاعه فتره، وبرضه كنت بقعد اشرح لدكاتره كتير فتره الادويه بقى، ايام كنت بشتغل على الكتافاست والكتافلام، واقعد اقول بقى يا الكتافاست ده بيشتغل في 13 دقيقه ونص، يضيع القلم بيدمر المعده الكتافاست ده بجد، انا ما كنتش عارف حاجه عنه. اشتغلت في نوفارتس سنه 2011 مندوبه طبيه، ميديكال ريبريزنتيف، ميديكال ريبريزنتيف تمام. كنت بعمل ميتنجز للدكاتره في المستشفيات، مثلا 40 دكتور 60 دكتور مثلا، والله يا دكتور احنا هنعمل كده على اللابتوب كده، هنعمل بروجيكتور ونطلع نتكلم عن فوائد الكتافاست، اللي هو المصيبه اللي بتتحط في ربع كوبايه ميه دي، بتشتغل 13 دقيقه ونص والقلم يروح، والكتافلام والفولترين والحاجات الكتيره دي.
في ادويه كتير اشتغلت عليها، جاردنس اخرهم اللي هو بتاع السكر اللي هو بينزل السكر في الدم من البول اصلا. فدي حاجات كتير هقدر افيدك بيها. بعد كده اشتغلت في التجميل بقى، في الحاجات الرايقه بقى والحاجات الجميله بقى بتاعه الهير كير والسكين كير والحاجات الجميله دي. كل مرحله وليها استراتيجيتها وبنيتها الاساسيه اللي لازم نمشي عليها. فالمرحله دي والترند ده هو نظام الطيبات. النظام سايبه لكم مكتوب في صندوق الوصف. النظام بيمنع كل الحاجات اللي بتبوظ جسمنا وبيدينا كل الحاجات اللي بتفيد جسمنا. زي ايه؟ زي السكر. يلا نتكلم عن السكر، يلا نتكلم عن السكر يا سكر. احنا كل الوقت ده فاكرين ان السكر العالي في الجسم هو اللي بيعمل الاعراض. نظرية دكتور ضياء العوضي دي نظريته انا بكتبها وراه. نظرية دكتور ضياء العوضي بتقول ان السكر اللي انا بمنعه عن جسمي ده او السكر العالي ده مع وجود الاعراض مش هو المتهم الاول. كان قال حاجة كده مثال يعني مش عارفة، وجودي في وقت وجود الجريمة او وقت وجود المصيبة مش معناه ان انا المجرم. مش شرط يكون انا المجرم. لو انا سيكيورتي مثلا والجريمة حصلت وانا موجود مش معناه ان انا المجرم او المتهم الاول. السكر موجود في الدم بس موجود الاعراض الباقيه اللي هي بتاعه مرض السكر، الزغلله، العطش، الرعشه، مشاكل المفاصل، الالتهابات، الحاجات دي كلها اللي كنا بنقعد نشرحها لما كنا بنشتغل على الجارديانز للدكاتره وللناس. طيب بالعقل، 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 ربنا يعرفه بالعقل. ومرضى السكر هيفهموني في النقطه دي. لما قللت السكر، لما ظبطت السكر في الدم ورجعته للنورمال، نورمال 21 80 وتمام، 120 80 تمام، ده مش ضغط يعني. 80 ده صايم، 120 180 90 لحد 130 فطر تمام. لما ظبطتوه وحطيتوه على النورمال بقى سكركم مثلا 100 110 حلو كده، انتوا في الرينج، الاعراض راحت؟ الاعراض راحت؟ لا، الاعراض ما راحتش. طب ده معناه ايه؟ طب قولوا لي ده معناه ايه؟ بتفضلوا طول حياتكم على دواء السكر اللي هو اصلا بيهلككم، اللي هو اصلا بيضيع فيتامينز كتيره منكم، اللي هو بيبوظ اعصابكم اصلا، بيبوظ معدتكم، بيجيب لكم اكتئاب، بيجيب لكم مشاكل كتيره. ما بحاربش والله دواء السكر ولا بحارب ادويه السكر ولا بقول ما تبطلوا الادويه، انا ماليش دعوه، ماليش ان انا اقول ان انت تبطل ادويه او لا، ماليش ان انا اقول تبطل دواء ولا لا. واوعوا يا جماعه من نفسكم كده اللي بياخد انسولين او بياخد اي دواء سكر ان هو يبطل الدواء او يقلل الجرعات. جسمك اصلا لمعلوماتك، جسمك اصلا بيفرز الانسولين 40 وحده يوميا. انت بتاخد الانسولين من بره عشان تقلل السكر في الدم، هو جسمك اصلا بيظبط السكر لوحده. طب حصل الخلل ده والخلل الهرموني والكلام ده كله، انا مش مسؤوله عن النقطه دي، المسؤوله عنها دكتور ضياء لما تابعوا معايا. اتعبوا تابعوا معايا، اللي عايز يقول بتاخدي فلوس عشان تعملي له دعايه، مش ده، خلي كلامك لنفسك، حسب الله ونعم الوكيل. اللي يفهمني غلط حسب الله ونعم الوكيل فيه، مش دعوه. انا طالعه والله اقول تجربتي، وطالعه اقول انشر العلم اللي الدكتور قال لنا عليه، اللي فهمته منه بشكل صح. وانا ببقى قاعده كده فاتحه فيديوهات الدكتور بجد والله، ولا قابلته ولا اتكلمت معاه حتى تليفونين، هو مره بس لايف عشان نصحني كام نصيحه كده، بس كان الصوت فيه مشكله وخلاص وقفلت. بكتب براء على قد ما اقدر الحاجات العلميه اللي بيتكلم فيها علشان اقدر افيدكم بيها. طيب ايه تاني في حته السكر؟ الاعراض اللي عندك دي سببها ايه؟ لما انت ظبطت السكر، انا هقعد اقرا بقى معاكم اهو، الاعراض اللي عندك دي سببها ايه؟ طيب انت مش بتتحسن من الاعراض، طب ليه بظبط السكر؟ طيب خلاص ادي حاجه تاني. في السكر مهم لشبابك، السكر مهم للخلايا بتاعتك، اللي يقول لك والمقوله السوداء اللي كانت بتقول السرطان بيتغذى على السكر. طب ما كل خلايا جسمك بتتغذى على السكر. السرطان ده عبارة عن بعيد الشر على الناس، خلية اتجننت حصل لها جنان، حصل لها خلل، بدل ما تنقسم وتطلع اتنين بقت تطلع تمانية، تطلع 16، فيحصل تورم، يحصل انها تكبر، يحصل ان هي تقلم الخلايا اللي حواليها او الاجزاء الاعضاء اللي حواليها. ادي بكل بساطة السرطان. ناس كتيرة في السرطان منعت السكر وما حصلهاش اي حاجة، ما حصلش اي تقدم، عادي. فده معناه ان هو كده 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 الخليه اصلا بتاعتك بتغذى السكر. طيب انتوا عارفين ان في حاجه اسمها دي ان ايه، اللي هو اصلا الدي ان ايه اللي احنا بنعمل التحاليل بتاعته ده لاثبات النسب والحاجات دي، الدي ان ايه ده اللي هو الشرايط او الكود
الذاكره ما اعرفش يعني اقولها لكم ازاي، الكود اللي موجود جوه النواه اللي موجوده جوه الخليه اللي موجوده جوه جسمك. جسمك متكون من خلايا، كل خليه فيها نواه، كل نواه فيها الدي ان اي. دي ان اي ده مجموعه من البروتينز اللي هي موجوده في النواه بتاعتك. لازم السكر مهم ليها عشان تقدر تنقسم وتقدر ان هي تتعافى. طيب الحاجه اللي بعد كده كان ذكر هو يعني حاجه اسمها او هرمون اسمه الجلوكاجون، قال ان هو ده الجندي المجهول او الخفي، يعني ده بينشط هرمون النمو من البنكرياس. من البنكرياس، طب ايه البنكرياس ده؟ ده عضو في اعضاء الجسم كده موجود في الجهاز الهضمي. اقروا عنه كتير وافهموا عنه اكتر هتعرفوا ايه هو البنكرياس، عشان ما نخشش بس في حته علميه كبيره. الانسولين بينزل السكر في الدم، طب هو بياخد السكر والاحماض الامينيه يروح للعضلات. خدتوا بالكم؟ طيب السكروز واللاكتوز اللي موجود في اللبن، السكروز واللاكتوز موجود في اللبن كله بيتكسر. الرايبوز اللي هو اللي موجود الدي ان ايه محتاجه حاجه اسمها رايبوز، ده من نوع من انواع السكر عشان تقدر تقوم بالوظائف بتاعتها. ده جاي من الجلوكوز، الرايبوز ده جاي من الجلوكوز اللي انتوا خايفين منه فما تخافوش منه. حاجه اسمها اي تي بي، اي تي بي دي من عملات الطاقه يا جماعه، وعملات الطاقه دي موجوده في الخليه بتاعتك برضو، بجانب ان هي موجود فيها نواه موجود فيها حاجه اسمها ميتوكوندريا. اللي درس احياء هيبقى فاهمها. ده في العلوم واحنا صغيرين يا جماعه افتكروها. ميتوكوندريا دي حاجه من ضمن مكونات الخليه بتاعتك، دي مسؤوله عن الطاقه، عملات الطاقه دي، عمله دي, دي, دي الدولار بتاعت الخليه بتاعتك. الجلايكوليبيد والجلايكوبروتين مهمه جدا، يعني دي كل ده كلها. الجلوكوز بيبقى مفيد جدا، الجلوكوز امين اللي قلت لكم عليه مفيد جدا للركب. جسمك نفسه بيستخرج جلوكوز بحاجه اسمها جلوكو نيوجينيسيس، دي كنا بندرسها لما بندرس ادويه السكر وكده. حتى انا كنت ساعتها بقعد اقول في دماغي كده، طب الله، طب ما هو انت الجسم عايز يتخلص من الجلوكوز ولا عايز ينتج جلوكوز ولا هو محتاج للجلوكوز جسمك اصلا؟ لا، طب انت ليه لما بتكون صايم جسمك مليان جلوكوز، بيبقى الجلوكوز عالي عندك، طب ليه؟ معناه ان جسمك بيصنع جلوكوز، جسمك محتاجه، فما تخافوش من الجلوكوز. بس الجلوكوز موجود في ايه؟ موجود في المربى والنوتيلا والحاجات اللي انتوا الحاجات اللي انتوا خايفين منها دي. هل انا قلت لكم افطروا نوتيلا كل يوم؟ هل الدكتور قال لكم افطروا نوتيلا كل يوم؟ ما بتحجوش يا جماعه. بقى نرجع بقى لتجربتي، بقى نرجع لتجربتي مع النظام والتحديثات اللي حصلت معايا مع النظام. الاول قلت لكم ان انا خفيت من حساسيه الجيوب الانفيه اللي كانت اسوأ اخطبوط واسود اخطبوط عايش في حياتي ومنغص عليا عيشتي كلها. حسيت ان مع الوقت ان شعري ما بيقعش الحمد لله، يعني اتمنى يفضل كده ويثبت على كده، يعني طول شويه طول شويه اهو ما شاء الله طول شويه. بشرتي المسام هديت خالص، المسام هديت خالص. كان عندي تحت عيني اسود قوي بزياده، بدا يفتح سنه سنه. خطوط الجبهه دي كانت تقيله قوي، بدات برضو تهدى خالص. ضوافري طولت بعد ما كانتش بتطول لمده 3 شهور او اكتر بسبب الجل اللي انا ازيد ضوافري بيه. الجهاز الهضمي مرتاح جدا جدا جدا، مفيش بقى التعب اللي هو الشديد اللي كان بيحصل لي. انا اصلا كان عندي جاسترايتس او التهاب في المعده، اعراضه انتهت تماما الحمد لله، او اعراضه خفت خالص. التورم اللي كان في رجلي قل بنسبه ملحوظه. لسه محتاجه ان انا لما كنت منع السكر الفتره اللي فاتت محتاجه جدا ان انا عندي مشكله ركبي ما بقدرش اقف عليها فعلا بوقت طويل، وانا شغلي اصلا في الايفنتات بيبقى كله وقوف، اصلا ببقى افضل ممكن اوقف من الصبح بالليل من 10 الصبح ل 12 بالليل بنبيع الميك اب ومنتجات التجميل والاكسسوارز اللي بحبها دي، بجد ببقى خلاص هموت. يعني تحسنت سنه لكن مش تحسنت التحسن النهائي، مستنيه ان تتحسن التحسن النهائي وتبقى الدنيا معايا كويسه روقان خالص. انا عايشه في روقان مع نظام الطيبات بصراحه، مريحني. طب نظام الطيبات يا جماعه هو ايه؟ بيمنع كل حاجه بتضر الجسم. هو الخضار بيضر الجسم؟ اه بيضر الجسم، مليان مبيدات، مليان مواد ما تقدريش تهضميها، مليان الياف هتكتم معدتك، هتكتم امعائك، هتبقى صعبه على معدتك في هضمها، وخصوصا لو عندك جاسترايتس او التهاب في المعده زيي. ارهاق،
ارهاق كبير جدا. انا لازم ادخل لمعدتي والجسمي اكل سوفت طري طري كده جميل كده زي الاطفال. ليه دايما يا جماعه الاطفال بتبقى شرهه للسكر؟ ماما على فطرتهم، على فطرتهم ده معناه ان السكر مش حاجه ضاره. ده لحد اخر تحديث لحد دلوقتي. لو في معلومه جديده او في حاجه جديده تحديث حصل مع نظام الطيبات او حاجه ضرر حصلت لي او حصلت لغيري، والله هطلع اقولها. تمام؟ ولو سمحت في الكومنتات اكتبوا لي انتوا من بلد ايه، بتتابعوني من بلد ايه، التوست اللي انتوا بتستخدموه في البلد اللي انتوا فيها، التوست البني او الردة، علشان ناس كتيره بتبقى محتاره وانا نفسي مبقاش عارفه ومش عايزه افتي هل التوست ده مناسب لنظام الطيبات ولا لا، او كان كويس معاهم ولا لا، مبقاش عايزه اعمل اقول معلومه غلط، فاهميني؟ فبيبقى الدنيا تمام بالنسبه لي، عارفين بقى نشارك كده. ولو تعرفوا حد عنده امراض مزمنه يا جماعه جربوا، جربوا. انت خسراني مش عايزين ما تجربوش. طول عمرنا ماشيين على الخضار وعلى اللحوم وعلى الالبان والاجبان والزبادي والحاجات الصحيه دي، وصحتنا زي الزفت، كل حياتنا صحتنا زي الزفت. جربوا يمكن ده يكون حاجه تنفعكم. واتمنى لو العلم ده نفع الناس فيكتبوا في اجر وميزان حسنات دكتور ضياء، وميزان حسناتي انا كمان مش محتاجه فلوس برضو. واللي عايز يفتكر ان انا باخد فلوس يولع عادي، انا حر. ايوه انا هقول يولع مش اسلوب دكتوره. انت عايزين اسلوب دكتوره يبقى عامل ازاي يا جماعه؟ انا مش عارفه انتوا عايزين اسلوب دكتوره يبقى عامل ازاي. والله الفكره ان بس انا بلاقي ناس كتير قوي معجبه باسلوبي، وهو واحد او اتنين يعني بيكتبوا في نفس الوقت، فده معناه ان هم موجهين، بس الموجه ده بياخد على دماغه ما بيسكتلوش. بحبكم جدا، بحب كومنتاتكم الايجابيه جدا. شكرا ليكم على كل حاجه ايجابيه قلتوها. اللي عنده تجربه ايجابيه مع نظام الطيبات يا ريت يشاركنا بيها. اتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، وربنا يعني الناس اللي بتفرحني تقول لي انا خفيت على نظام الطيبات، كان عندي كذا وخفيت. بس لو سمحتوا ما تقطعوش دواء ولا تقللوا الجرعات غير لما ترجعوا للدكتور ضياء العوضي نفسه، لانه هو صاحب النظام. انا بس مجرد ان انا بقول اعلى نظام وتجربتي وبعض التفسيرات لكل الامور اللي محيرانا في النظام بتاع الطيبات. اسلوب الدكتور ما بيعجبش ناس كتيره، مالناش دعوه باسلوبه، المهم العلم بتاعه. اسلوبه ده لنفسه، طالما مدى يعني طالما ما اهنكيش انتي او ما واجهتكيش انتي اهانه، والاسلوب ما يضركيش، مالكيش دعوه بيلبس سلسله، يلبس حلق، يلبس حظاظات، مالناش دعوه يا جماعه. بطلوا تبقى عندكم العنصريه دي في حكم على الناس. اصل هي طالما هي مش محجبه هي خلاص كده كافره، اصل هو طالما هي كده منقبه يبقى هي كده معقده، اصل هي طالما محجبه تبقى بيئه، اصل هو طالما بيلبس سلسله ده كده الا مؤاخذه مش كويس، لو هو بيلبس بنطلون مش كويس، او هي بتلبس بنطلون مش كويسه، هو مربي دقنه يبقى متزمت، مش مربي دقنه يبقى مش ملتزم. بطلوا، ده اللي جايبنا ورا والله العرب ده. والله بجد ده اللي جايبنا ورا، استعبطنا، ده استعبطنا وحكمنا على الظهر، بتاخده بالشكل وخلاص. خدوا الجوهر، خدوا من الدكتور الجوهر بتاعه، مكوش دعوه بقى بالشكل. راح واحده كتبت لي في الكومنتات انت لو تعرفي ربنا كان زمانك محجبه، مالكيش دعوه، مالكيش دعوه برضو، مالكيش دعوه ومالكيش دعوه، وتحرقي وولعي وانت كده. ربنا الكلام انت قلتيه اللي كتبتيه وحاولتي ان انت تضايقيني بيه، لو هو فعلا ضايقني ربنا يكتبه في ميزان حسناتي، واخد يعني هاخد حسنات وتاخدي انت كمان من سيئاتي اللي انت شايفه ان انا مش مؤمنه بالله. يعني مش دعوه باي حاجه، لو سمحتم من فضلكم خليكم في نفسكم، وخليكم اتمنى ليكم الصحه والعافيه. وهحاول اسيب لكم في اخر فيديو الامثله للوجبات. اللي عايز برضو الفيتامينز والحاجات اللي انا بستخدمها في الحمل والحاجات دي، بس انا برضو ما ينفعش تاخدي فيتامين وصف كده من على النت، برضو ارتقوا في الحته دي يا جماعه. زي ما بقول لكم ارتقوا في ان انتم ما تحكموش على الناس بالشكل، ارتقوا في ان انتم تتعبوا شويه، ما تاخدوش وصفات من على النت، ممكن وصفات وجبات ماشي، وانا برضو مش شيف عشان اعمل وصفات، انا بجيب لكم الامثله بس. لكن ارتقوا في حته ان انتم ما تاخدوش دواء من دماغكم، او ما تاخدوش دواء من غير ما ترجعوا لاي طبيب من الاطباء. طبيعي جدا النظام يتحارب من كل الاطباء، ده امر طبيعي جدا، ومن شركات الادويه، وربنا يستر الفتره الجايه هيحصل ايه مع نظام الطيبات. شكرا ليكم اللي وصلتوا لحد هنا في الفيديو. على فكرة كل الأعضاء المنتسبين شكرا ليكم، وكمان ليكم خصومات كويسة جدا لما بتنزل معانا الإيفنتات، وبرضو حاجة جميلة بتدعموا القناة دي، حاجة ظريفة جدا منكم، لمحة كويسة منكم، أتمنى أقدر أفيدكم كلكم. وكمان المتابعين شكرا ليكم على التعليقات الإيجابية وكل الكلام الحلو ده. سلام.